مملكة التاريخ والأصالة، مملكة تتصدر ديوان المجد والعزة، مملكة تعتري عرش الفخر بتاريخها المدين، مملكة تستوطن محبتها القلوب كبيت شعر ألقاه شاعر قصير الفرس. لجلال وطن غنيت عذبات الأوزان، واكتب شعوري ما تصنع طبيعة، في مملكتنا كلنا ربع واخوان، متلاحمين ما فرقنا قطيعة، دار لها في القلب حب ومسكان، نفدي ثرها بالدماء ما نبيعه. في ظل هبة حاكم الدار سلمان، ومحمد اللي دايما في الطليعة، الذيب الأسحم ما يروع. كنترول تأكدوا من المشاركة هذه له من؟ ناصر البريك. نعم المقطع هذا الآن جاني التأكيد لناصر البريك. عطونا المقطع الثالث. هذا فريق دعم عبد الله الحربي ومشاركتهم الجميلة معنا في فقرة الطائرات. تعليقك عبد الله وش تقول له؟ والله ما شاء الله تبارك الله إبداع، ولي الشرف أن التصميم هذا من شخص يتابعني وأحد جمهوري، وأنا من اليوم ورايح أظهر أني أبصر أحد جمهوره على التصميم ذا مرة؟ أنا من قروب دعمه هو أصلا. بعد طيب المقطع الرابع عفوا الاخير. نعم عند مقطع سالم جديع، فريق دعم سالم جديع. استاهل يا دار سلمان للمجد والطيب، عنوان نعيش في ظلها اخوان، تعيش رايه بلادي، هذا الملك السياسي ذكره يزود حماسي، اشوش وشوش راسي، تعيش رايه بلادي، تعيش رايه بلادي، ولي عهده يمينه يقود سر السفينه، في رؤيته داعمينه، تعيش رايه بلادي، تعيش رايه بلادي، يا محمد الشعب كله سيف حديد تسله. طبعا تحيه له الربع استاهل. طبعا الاختيار من فريق الإعداد الداخلي، اختاروا هالأربع المقاطع.